فتحت البوابات على بركة الله مشاهدين الكرام لتنافس حصن السنتين المباع بمزاد 2007 على مسافة 1400 متر وقيمة الجائزة 130 ألف ريال. يبدأ الانطلاق علي طويق في المرتبة الأولى بنصف طول، الآن بطول كامل سندري في المرتبة الثانية، أكرم يأتي إلى المرتبة الثالثة، والماستر يأتي بالمرتبة الرابعة، منوخ يحاول الوصول إلى المرتبة الخامسة مع محاولات سنيور للاتيان إلى المرتبة الرابعة. علي طويق في الصدارة، سنيور يأتي للمرتبة الثانية بمحاذاة من أكرم، الآن سندري في المرتبة الرابعة، أكرم في المرتبة الثالثة، علي طويق في الصدارة والمركز الأول، تجتاز الجهة علامة 800. تبدأ الحصن الآن، التنافس الآن مع بداية الخط المستقيم، علي طويق سنيور، علي طويق سنيور، أكرم يبحث عن طريق والخط المستقيم الآن، علي طويق في الصدارة، محاولات من قشعان الآن للتقدم والصدارة كما نتابعها مشاهدينا الكرام لعلي طويق وسنيور. علي طويق في الصدارة والمرتبة الأولى، المر علي طويق في صدارة هذا الشوط، هذا الحصان تم شراؤه من مزاد 2007 ليحسمها بكل جدارة. إذا علي طويق للأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز من نسل 1